وكان الجماهير صراحة أنا أشكر الجماهير اللي حضرت والله، إن كانت حضرت لأجل ناديها أو ده، لكن عامة الجماهير اللي حضرت تشكر لأنها يعني واست لاعب خدم وأعطى بلده وأعطى الجمهور وأعطى نادي وأضاء المنطقة الشرقية بإبداعات كثيرة محمد، يعني لا لا يعني ما أحد يقلل من مستواه وإمكانياته وحبه، يعني يجب أن نكون على هذا المستوى وعلى هذه العقلية أن اللاعب اللي له دور بارز يجب أن يعطى حقه، يجب أن يكرم، يجب أن نقول له شكرا ما قدمنا، ما مش أن ينسي وكأنه ولا شيء صار في يوم من الأيام. جميل، سنتواصل معكم مشاهدينا الكرام في الحديث عن هذا المهرجان التكريمي، ولكن بعد أن نتابع هذا الفاصل للنجم المحترف به محمد الفرحان، وبعد ذلك سنعود إليكم. جمهورك معاك والكرة الملعوبة منك طايحة تهز الشباك طايحة تهز الشباك شوف يا شاعر والبطولة اختيارك الطبوط بكل جدارك حبيتنا الكرام، لقطات تابعناها الكابتن محمد الفرحان من خلال مشاركته المحدودة في شوط المباراة الأول، ربما تقريبا 25 دقيقة شارك فيها محمد الفرحان. دكتور خالد، بعد ما تابعتها النجوم القدامى ورفيق دربك محمد الفرحان، ما في حنين؟ ما ودك ترجع مرة ثانية لأرض الملعب؟ لا لا، الحين دورنا احنا بعد. لا لا لا، الواحد يتحرك مشاعره. طبعا احنا لعبنا في نادي القادسيه من 7 سنوات واعتزلنا 29، فتره طويله جدا، لكن تعرف الحنين موجود سبحان الله، لكن اسعدنا محمد الفرحان بلمسات اللي نذكرها. وانت في السابق اسعدتنا كابتن خالد. الله، اعود مره اخرى لزميلي فيصل القحطاني من ارض الاستاد. فيصل تفضل. شكرا زميلي خالد. شكرا زميلي خالد. طبعا بجانبي الاستاذ ابراهيم الملحم مساعد مدير الشؤون الصحيه بالمنطقه الشرقيه. بدايه الاستاذ ابراهيم، كما نعلم ان محمد الفرحان كان احد ابناء الشؤون الصحيه بالمنطقه الشرقيه، وكما في حديث جانبي معك كان هناك ذكر ان الشؤون الصحيه بالمنطقه الشرقيه كانت تقف بجانب كثير من اللاعبين امثال محمد الفرحان، سمير هلال. كيف ترى بدايه السؤال الاول، كيف ترى هذه المناسبه اليوم محمد الفرحان كاحد ابناء الشؤون الصحيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبه للكابتن محمد الفرحان، هو احد منسوبي الشؤون الصحيه في فتره سابقه، والحقيقه احنا خلال فتره تواجده معنا كان يعني مثال للموظف المميز خلقا وسلوكا واداء، والحقيقه يعني كانت من الفترات اللي قضاها مع الشؤون الصحيه كانت ثريه بادائه المميز الخلقي اول شيء وادائه العملي. ثانيا الرجل حقيقة أتحفنا خلال تواجده معنا في الشؤون الصحية، كان في عز عطاءه وفي مستوياته المتميزة، وهناك الحقيقة كان دعم للشؤون الصحية له ولكافة الرياضيين اللي كانوا معنا في الشؤون الصحية، خاصة أنه الشؤون الصحية في المنطقة
قطاع من قطاعات الدولة الكبيرة، وهناك عدد كبير جدا من اللاعبين في صحة الشرقية وفي مستشفيات ومرافق وزارة الصحة، يعني سواء في لعبة كرة القدم أو في كرة الطائرة أو في كرة اليد أو في تنس الطاولة، وهم يعني بحد ذاتهم مشاركين حتى في المنتخبات المملكة. والحقيقة هناك دعم من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية، وهذه تعتبر جزء من المشاركة الاجتماعية مع أبنائنا المشاركين في أو المنتظمين والملتحقين بالأندية. فطبعا عدد كبير جدا كان من ضمن في نفس الفترة اللي عاشها الكابتن محمد فرحان في الشؤون الصحية، كان في الكابتن سمير هلال، في كان الكابتن وليد الباز، في كان الكابتن عبد الله قروان، كلهم دول من نادي قطيب باستثناء سمير هلال من نادي من نادي الاتفاق. في كان برضو زملاء سابقين للفتره دي، سلمان حمدان او احد منسوب الشؤون الصحيه، في عدد كبير جدا الحقيقه لا استطيع يمكن في الوقت الحاضر اقتزل يعني واسترجع الذكريات لاعداد كبير جدا، ولكن كنا احنا الحقيقه حتى في بعض المناسبات اللي نشارك فيها في الدوري على مستوى القطاعات الحكوميه او في بعض المناسبات في رمضان او ما شابه غيره، كنا يعني الحقيقه يعني عندنا يعني كوكبة ثرية من النجوم الواعدة والنجوم المميزة، وهي كانت تشارك في منتخبات المملكة. شكرا لك أستاذ إبراهيم، هذه فعلا وقفة الشؤون الصحية خاصة مع كثير من اللاعبين في حديث معهم، أنه نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مع اللاعبين. نتمنى للكابتن حقيقة حياة سعيدة إن شاء الله في القادم، وإن شاء الله نشوف في يوم من الأيام أبناءه إن شاء الله في الملاعب الرياضية لكي يشاركون إن شاء الله في منتخبات المملكة إن شاء الله. طبعا كان معي الاستاذ ابراهيم الملحم مساعد مدير الشؤون الصحيه بالمنطقه الشرقيه. اعود للزميل الان خالد السعيد في الاستديو. خالد تفضل. شكرا لك زميل فيصل، شكرا ايضا لضيفك دكتور خالد ابو فيصل. يمكن الشوط الاول كان يعتمد القادسيه على انه يلعب يشرك اكبر قدر من اللاعبين المحتفى بهم، يمكن الشوط الثاني راح يكون التركيز على النجوم الاساسيه للفريق القادسي او الفريق القادسي. نتمنى ان شاء الله. نعم. نتمنى ان نشوف، وبالتالي نتوقع تكون مباراه تنافسيه. نتمنى ان نكون نعم. يعني نشوف بعض اللمحات التنافسيه وعشان نعم. ايضا بعد تتعدل النتيجه شوي لصالح القادسي. نعم، اذا هذا ما نتمناه. شكرا لكل من قدم مستوى او كل من شارك في شوط المباراه الاول من اللاعبين خاصه القدامى، نشكرهم على تواجدهم. بعد قليل سيبدا شوط المباراه الثاني، اترككم لمتابعه احداث شوط المباراه الثاني، وبعد ذلك سنعود اليكم ان شاء الله للحديث عن هذا المهرجان وعن المباراه.